كده معانا شروق رشوان نعرف منها بالتفصيل فكرة المشروع. طبعا احد الطلبة طبعا اصحاب هذا المشروع. يا شروق ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. اولا يا شروق طبعا حابين ان احنا يعني او انا حابب بصفة شخصية يعني اهنيكم على فكرة المشروع ده، وبشجع اي حد بيفكر خصوصا في المواضيع اللي نقدر نقول عليها جديدة، خصوصا زي السياحة الصحراوية. ده اولا. ثانيا انا حابب اعرف برضو الفكره جات لكم ازاي كطلبه، وايه اللي فكرتوا فيه، وايه فكره كمان الاسم قافله 96. تمام. انا الاول اتكلم عن اسم قافله 96. احنا اخترنا الاسم ده بالذات لان الرقم في الاسم فيه سؤال، فنخلي الناس عندها فضول انها تعرف بالذات ليه اخترنا رقم 96. فده دلاله على الاسم، فاسم قافله هو مصطلح عربي بيدل على الترحال والتنقل من مكان لمكان، مظبوط، غالبا الطرق الصحراويه. اما الرقم 96 فهو مش مجرد رقم، هي نسبه، وهي نسبه الصحراء في مصر من المساحه الكليه بتاعتها. 96%. 96% بالظبط. بتعملوا ايه بقى؟ ايه فكره المشروع؟ يعني انتوا كان ايه هدفكم من القصه دي؟ وكمان لقيتوا ايه بقى وانتوا شغالين على المشروع؟ شايفين فترة لا شروق، تعالي يمين او شمال شويه، الشبكه بتقطع. ايوه اطلعي البلكونه الجو برد. هو احنا زي ما احنا شايفين ان الفتره دي في تشجيع جامد قوي للسياحه في مصر بشكل عام، وفي اقبال كبير جدا من المصريين او الاجانب. بس اكتشفنا ان اغلب الناس بتتجه للسفر والسياحه بتروح اماكن ساحليه وبحر زي الساحل الشمالي وشرم وكده. احنا حابين نعمل حاجه جديده ونلفت النظر اكتر للسياحه الصحراويه، خاصة إن نسبة الصحراء في مصر كبيرة جدا مش صغيرة، 96% دي مساحة كبيرة. ف إن احنا نسلط الضوء على الأماكن اللي الناس تقدر تزورها والأنشطة اللي الناس تقدر تعملها، فحبينا إن احنا نسوق على لده على مستوى مصر والعالم كله. فإحنا الشعار بتاعنا لسه فيها أكتر، علشان مصر بتاعنا لسه فيها أكتر أماكن وأنشطة تقدر أنت تعملها. طيب شروق برضو خليني اعرف منك، يعني انتوا كام واحد شغالين على المشروع ده واشتغلتوا عليه قد ايه؟ يعني احكي لي التفاصيل كده من الاول لغايه ما الموضوع طلع معاكم كده للنور زي ما احنا بنتكلم عنه دلوقتي. تمام. 12 طالب وطالبه شغالين على المشروع. الصوت قطع يا شروق، ما عرفتش انتوا كام حد. احنا 12 طالب بالظبط. تمام. شغالين على المشروع، قسمنا التاسكس علينا وكل واحد كان ليه تاسك معينه شغال عليها وكل منها. تمام. بدأنا إن احنا نشتغل على المشروع من بداية الترم الثاني من سنة التخرج سنة رابعة. تقريبا ده كان من شهر 11/2022، وناقشنا المشروع في مايو 2023. وطبعا في خلال المدة دي عملنا كل شيء تقريبا من ريسيرش وسفر وتصوير ومونتاج وكده. حلو. يعني انتوا 12 حد مقسمين موزعين الأدوار عليكم يعني عشان تقدروا كمان توثقوا اللحظات اللي انتم بتعملوها وزي الحاجات اللي احنا معروضه دلوقتي معانا على الشاشه. ايوه بالظبط. عظيم جدا. طيب شروق قول لنا كده يعني عن المناطق اللي عندنا اللي المفروض احنا نتميز بيها وانتم كمان ركزتوا عليها بشكل كبير من خلال المشروع بتاعكم ده، غير كمان احنا معانا يعني شويه صور شفناها هنا معانا على الهواء، يعني حاجه جميله جدا ومحترمه. شكرا. بالنسبه للاماكن الصحراويه في مصر فهي كتير جدا، بس احنا سلطنا الضوء في المشروع بتاعنا على 7 اماكن. وهم دهب وسان كاترين والفيوم والصحراء البيضاء والصحراء السوداء والاهرامات ومحميه وادي دجله في المعادي. طبعا في الاماكن دي في اماكن بعيده زي سان كاترين ودهب سينا، الاماكن اللي حابه للناس اللي حابه انها تسافر بعيد وتجرب المغامره دي. وفي مش بعيدة قوي زي مثلا فيوم، فهي أقرب محافظة تعتبر من القاهرة. وفي أماكن جوه القاهرة ذات نفسها زي مثلا محمية وادي دجلة، فالسياحة الصحراوية موجودة في كل مكان تقدر تعملها هي والأنشطة بتاعتها. بس هي دي الأماكن اللي احنا زرناها في المشروع بتاعنا. طيب يعني أنا عايز أعرف، بصي أنت قلتي كذا مكان، أنا عايز أعرف إيه اللي بيميز كل الأماكن دي، وعايز أعرف إيه الصحراء السوداء، يعني ممكن تكون يعني دي موجودة فين، عاملة إزاي؟ تمام. احنا قبل ما نبدا طبعا المشروع بتاعنا عملنا سيرفي استطلاع راي علشان نعرف اكتر الجمهور بتاعنا هم بيفكروا ازاي، ايه الاماكن اللي مش معروفه بالنسبه لهم، ايه الاماكن اللي معروفه. فبالنسبه لاستطلاع الراي احنا في بعض الاماكن من اللي احنا رحناهم اكتشفنا الناس ما تعرفش عنهم حاجه، مثلا زي الصحراء البيضاء والصحراء السوداء.
هدفنا الاسمى ان احنا نسلط الضوء على اللي مش مشهوره او معروفه قوي بالنسبه للناس. ماشي. زي مثلا الفيوم الناس تعرف عنها اكتر وادي الريان او الشلالات وكده، بس ما يعرفوش حاجه مثلا عن وادي البطيخ او الكهوف اللي موجوده في الفيوم زي كهف وادي حيتان، برضه منطقه قصور العرب وغروب صموال، كل دي اماكن موجوده في الفيوم. برضو في دهب الناس بتتجه مثلا للبحر وبلو لاجون وكده، طب هل امارس الانشطه اللي بتتعمل في جبل الطويلات او في جنا والزي السفاري وحاجات زي كده. بالنسبه للصحراء البيضاء والصحراء السوداء، فكل واحده اتسمت كده الصحراء البيضاء عشان الرمال فيها لونها كلها ابيض. بالنسبه للصحراء السوداء لونها كده علشان دي بقايا الانفجارات البركانيه اللي جفت على مدى ملايين السنين. طبعا اللي كانت ايه؟ بقايا الانفجارات البركانيه الايه؟ يعني اللي جفت على مدى دي موجوده فين معلش؟ موجوده في اي منطقه؟ مكانها فين؟ يا شروق معلش فين؟ مكانها فين يا شروق؟ الصحراء السوداء فين؟ مكانها فين؟ الاماكن بتاعتها فين؟ عارفه مكانها فين؟ طيب اتسمعني كويس يا شروق كده ولا الصوت بيقطع؟ سامعاك. طيب عندك خلفية ان الاماكن دي موجودة فين؟ هل هي في مكان واحد ولا في اكتر من مكان؟ يعني ناحية الفيوم ولا غير الفيوم ولا ايه؟ هي موجودة في الفرافرة السوداء في محطة الوادي الجديد. الوادي الجديد يعني حلو ده برضو، انتوا تعمقتوا ما شاء الله بشكل كبير قوي. هي الصحراء البيضاء والصحراء السوداء يعتبروا جنب بعض الاثنين في محطة الوادي الجديد. وانتوا كمان مصورين في حاجات عن الفضاء اهي وعن النجوم وعن مش عارف ده ايه ده، بس هو يعني في صور انا شايفها نجوم متهيألي. لان الصحراء البيضاء والسوداء السمك فيهم طبعا عشان مفيش تلوث في الاماكن دي، مفيش السمك صافيه جدا، بتقدر انت تشوف النجوم وحاجات زي كده، وبيكون في تلسكوب وحاجات زي كده الناس تقدر انها تشوف منها النجوم. عظيم جدا. طيب يعني شروق برضو اخيرا انا عايز اعرف منك، يعني هل انتوا هتكتفوا بالموضوع ده كمشروع مثلا تخرج، ولا ناويين تكملوا بيه او ناويين تعملوا عايزين توصلوا بيه لحته معينه؟ احنا طبعا نتمنى ان احنا نكمل في المشروع ونعرف الناس اكتر عن السياحه الصحراويه، وما يبقاش بس الجمهور بتاعنا مصري والناس بس اللي في مصر، لا احنا حابين نوسع الموضوع اكتر والاجانب كمان يجوا ان هم يزوروا مصر الصحراويه اللي فيها ويمارسوا الانشطه اللي عملناها هناك وكده، لان هي فعلا مصر لسه فيها اكتر، فيها اماكن كتير جدا تقدر انت تشوفها وتعملها، فاحنا حابين ان احنا نزور الاماكن دي ونوثقها ونوريها هناك. عظيم جدا. ماشي يا شروق.